بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع غريب شوية سميته ماذا لو فشل الحب. كتير يجوا يقولوا إيه، أنا حبيته أنا خدمته أنا تعبت معاه بس مفيش فايدة، أنا سامحته قبل كده بس مفيش فايدة، وهم مستنين ربنا أو أبونا يقول لهم إيه، خلاص يبقى أنت إيه عملت اللي عليك. دي خدعة مشهورة جدا، لأن الحقيقة الخطة الإلهية إجابة السؤال ده أنا هحرقها من الأول وبعدين نتأمل فيها. ماذا لو فشل الحب؟ ليس هناك إلا مزيد من الحب. يعني إيه؟ يعني لو حبيت إنسان وما قدرش، الحل إيه؟ أحبه أكتر. وده اللي هنشوفه، ده نظام ربنا، ده تعليم الكتاب. لأنه إحنا عادة وإحنا بنقدم حب حاطين آخر، حاطين حدود، فبتقول في بالك إيه؟ هسامحه مرة واتنين، التالتة مش هسامحه، كده أنت طلعت بره الخط، بتعمل اللي أنت شايفه بس مش اللي ربنا عاوزه. تعالوا الأول نبدأ من ناحية ربنا، من جهة الله. من جهة ربنا بيعاملنا إزاي؟ يقول محبة أبدية أحببتك. أبدية يعني إيه؟ أبدية يعني مش زمنية. زمنية يعني إيه؟ زمنية يعني ليها آخر. لو ربنا بيحبنا حب زمني كنا هلكنا كلنا. ليه؟ يسامحك مرة واتنين وألف وعشر تلاف وهتفضل تغلط، يبقى مفيش فايدة، هيجي في وقت يقول لك لا خلاص. إنما من ناحية ربنا هو هيفضل يحبك، كونك أنت بقى مش قابل ده موضوع يخصك. لكن هل ربنا بيتغير؟ ما بيتغيرش. هل ربنا بيكره الأشرار؟ حاشا حاشا. طب يا رب قد فشلت، أتجاسر وأقول كده، قد فشلت يا إلهي في أن تغلبهم بحبك، يقول إيه؟ هحبهم برضو، هحبهم إلى المنتهى، هحبهم فضلا، هفضل أحبهم، ما عنديش غير كده، يقبلوا ما يقبلوش أنا ما عنديش غير كده. يقول من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، يعني إيه؟ الرحمة دائمة. إحنا ساعات عشان بنسامح بعض مرة واتنين ونيجي عند التالتة الرابعة نقفش، لما نعمل كده مع ربنا بنرجع قلقانين، انت هتسامحني تاني ولا انت هتعمل زيي؟ انا ما بسامحش اكتر من كم مرة، تنظامك ايه يا رب؟ يقول لك يا ابني انا غيرك، انا نظامي الموضوع مفتوح، انا ادمت الرحمة، رحمة دائمة، منين ما هتيجي تقول لي سامحني هسامحك، منين ما هترجع بيت ابوك هقبالك، تلخبط الدنيا وتقول لي انا وحش وضعيف اقول لك وانا يا ابني بقبلك وبحبك، انا نظامي كده. تعالوا نفكر، ادم وحواء هل فشل الله؟ ربنا ما قصرش، حاشا، حبهم جدا، خلق ادم على صورته ومثاله، جاب له حواء هديه، حط له الجنه كلها تحت رجليه، اداله وصيه سهله قوي، كل زي ما انت عاوز بلاش الشجره دي، وحذره ووعاه وقدم له كل الحب بكل الصور، وبقى يحكي معاه كأنه صديقه، كان آدم بيشوف المسيح. وبعدين مع كل ده آدم وحواء ما قبلوش الحب الإلهي وعملوا اللي هم عاوزينه. هل فشلت يا رب؟ لا مش هفشل، أمال هتعمل إيه؟ قال هكمل أحبهم. يعني إيه؟ هم عرينين هستر عليهم، وهم مغلوبين أنا هدفع ثمن خطيتهم. يا رب طب ما انت ما قصرتش، تقدمت حب كبير في الاول، انت عداك العيب، معلش لو كنت فشلت. طبعا انا بتجاسر في كلمه فشلت عشان اطبقها علينا، لكن الله لا يفشل، لكن لو كان الحب بتاعي ما فادهمش هفضل احبهم اكتر، حبيتهم لما خلقتهم وحبيتهم لما رعيتهم، وهحبهم تاني وانا بخلصهم وبنجيهم وبموت عشانهم. لكن أنا ما عنديش غير حاجة واحدة، ما عنديش غير الحب، أنا ما بقفلش الباب وأقول إيه ما يستاهلوش، لا أنا ما عنديش دي،
انا افضل احب. واحد زي يعقوب اللي كنا بندرسه، يا رب يعقوب ده انسان وحش، يعقوب ده يعني بيضحك على اخوه، بيضحك على ابوه، اناني وطماع وما تعلمش من جده وما تعلمش من ابوه، وظهرت له ونزلت له على السلم وقلت له هكون معاك ووعدك وما التزمش. انت رب قدمت كل الحب، كتر الف خيرك، انما هو الطبع غلاب ومصر يكذب ومصر يخادع ومصر يسرق خاله. ربنا يقول ايه؟ لا لا لا، انا هفضل احبه برضه. تفضل تحبه ده 40 سنة ما بيحبكش ولا بيسأل فيك ومطنش، وانت حبيته لما يعني ما حدش ادلع قد يعقوب، قال بس ما عنديش غير كده. يوم ما هيصرخ لي ويقول لي انا ما استاهلش، انا وحش، هظهر له واخده في حضني واقول له ولا يهمك ولا يهمك، هكون معك زي ما وعدتك. هل فشل الله؟ لم يفشل الله. ليه؟ لانه لسه بيقدم حب. واحد زي موسى، يا رب موسى انت خدمته خدمه ما حدش اتخدمها. موسى كان محكوم عليه بالموت من اول يوم اتولد فيه، جبت له اب وام ما حصلوش، ايمان ايه؟ سطروا عليه 3 شهور، ولما حسه طلع جبت له ثبت يعوم على الميه بشكل معجزي وما غرقش، والاكثر جايب له ابن ابنه فرعون هي اللي تربيه، والاكثر جايب له امه هي اللي ترضعه، والاكثر ربيته في قصر فرعون اتعلم كل حاجه، وفي الاخر كل ده اتركن وبيعمل اللي في دماغه. هل فشلت يا رب في حب موسى؟ لا يا حبيبي ما فشلتش، لا هكمل. هتكمل بعد ده كله؟ طب ما خد كل الفرص، يعني ما فيش حد خد اللي خده. معلش انا هكمل، انا ما عنديش حاجه اسمها فشل، انا هفضل احبه. ويجي له بعد سن 80 يقول له صدقني بحبك يا موسى، يا رب انا ما اتحبش، ما ينفعش تحبيني، قال له بس بحبك وهتشتغل معايا وهعمل منك حاجة ومش هسيبك، ويصر ربنا على كده. لو فشل الحب يا أحبائي ليس هناك بديل إلا زيادة الحب. دي قاعدة غريبة جدا، عكس المنطق البشري. هنا فشل الحب مش معناه أن الحب مقصر، معناه المستقبل جاف، مش راضي اللي قدامك يستقبل. ربنا بيحبنا فعلا، طب ما ربنا بيحب الناس والناس ملحدين والناس بتشتمه والناس بتتجاهله واحنا يا بتوعه مقصرين في حقه جدا. وبعدين ايه البديل؟ قال احبهم تاني، احبهم اكتر، اديهم حب اكتر كمان لغايه ما يتعدلوا او يتغير، ويفضل ربنا ايه؟ يزيد الحب. فكروا في يهوذا مثلا. يهوذا ابتدى يسرق من الصندوق، قصاد ايه؟ قصاد ان المسيح مختار ورسول ومديله سلطان يعمل معجزات ويخرج شياطين، وعامل واحد من ال 12 اللي بقوا مشهورين قوي، ولسه بيسرق من الصندوق والمسيح ساكت. تعمل يا رب؟ ترفده؟ لا، اركز في حبه اكتر. ازاي يا رب؟ ده اللي زي كده يتركن على طول ونجيب واحد عاقل. لا لا، هو يمكن مش شبعان، هشبعه اكتر، احط له اللقمه في بقه، هتكلم معاه كلام شخصي قوي حتى الناس ما تفهموش، ما انت فاعله افعله باكثر سرعه. هغسل له رجليه عشان اقول له انا بحبك وانا عارف بتعمل ايه وبحبك، مفيش اكتر عند ربنا، بس اتجسر واقول صدقني اكتر من الاول، مع انك انا عارف كويس انت بتعمل ايه. لو فشل الحب ليس هناك بديل الا حب اكتر. واحد زي بطرس، يا رب بطرس ادعى انه احسن من غيره وتكبر وقال لو انكرك الجميع انا لن انكرك، وانت دلعته وعملت منه حاجه وقلت له على هذه الصخره ابني كنيستي واديته مركز في التجلي وخلاه وشليته يشوف السماء. الحقيقه يعني ملوش حق خالص. طب تعمل ايه مع واحد زي كده يا رب؟ قال احبه اكتر، اظهر له يوم القيامه لوحده واختصه بحضن خاص بيه واقول له حبيبي مش زعلان منك، ما تتقهرش، خلاص اللي فات مات، انا عارف انك بتحبني، وارجع له كرامته قدام اخواته واقول له ايه؟ هتحبوني؟ يلا ارعى خرافي. اليهود يا رب ما قبلوش حبك، حبيتهم من كل قلبك وتعبت معاهم بدل السنه 1500 سنه او 1800 لو من اول ابونا ابراهيم،
واحتملتهم بما لا يعني يعد من الفرص. طب تعمل ايه؟ انا افضل احبهم، تفضل تحبهم على الصليب، هدعيلهم واقول اغفر لهم، وهفضل وراهم لغاية ما يرجعوا في اخر الايام كمان. يا رب المفروض تغضب عليهم الى النهاية، الشعب ده يفنى تماما، المفروض تبيدهم. لا لا، انا بحبهم هفضل وراهم برضو. من جهة الله في قاعدة ثابتة، لو فشل الحب ليس هناك إلا مزيد من الحب. تعالوا بقى نشوف اللي ربنا بيعمله معانا عاوزنا نعمله مع بعض، دي المشكلة بقى. أنت قدمت حب للي قصادك ما استجابش، بتعمل إيه بقى؟ عجب، تلاقي بقى إيه الفتاوى تطلع كلها. مثلا واحد يبتدي يقلب 180 درجة بعد ما كان بيحبه يكرهه، عشان ايه؟ حبه والتاني ما قدرش. غلط. في واحد يقول خلاص انا حبيته كفايه عليه كده يبعد، برضه غلط. يبتدي يتكلم عليه ويقول لكل الناس طب ده انا فلان، ده انا خدمته، ده انا تعبت معاه، ده انا عملت وسويت. غلط. طيب يقل الحب، يبتدي يرجع واحده واحده لورا ويقول ما بقتش قادر احبه زي الاول لان حبيته كتير ومستقبلش. غلط. امال ايه يا رب المطلوب؟ قال لما تحبه وما يستقبلش حبه اكتر، لانه جعان اكتر، لان الجرعة مش مكفية، لان انا بعمل معك كده يا ابني، ربنا بيعمل معك كده، ملهاش حل غير كده. مرة بطرس سأله بلساننا كلنا، قال له يا رب انت بس وسعت المسائل زيادة، طب قول لي كم مرة هسامح اخويا؟ 7 مرات. طيب حط لنا اخر في الموضوع، عشان لما اقول انا سامحت ولا تعبت ولا حبيت اقدر اقول في مره كفايه بقى. فقال لا لا ما تعدش، لا ما عندناش حد يعد، ما اقولكش 7 في 70، ما اقولكش دي يعني ايه؟ يعني ما تعدش، ما اقولكش 7 في 70، اياك تعد لان الموضوع ملوش اخر. يعني لو طاقتك 7 يلا نضربها في 70، 70 دي بتاعت ربنا. يعني قول له يا رب طب ساعدني نحسب من الاول 7 تاني، ونحسب من الاول 7 تاني، ولا كأن اللي قدامك ما استقبلش. ده اللي فهمنا ليه المسيح قال اللي عاوز يخصمك وياخد توبك سيب له الرداء كمان. يا رب بتقول ايه؟ لو خصمني اقول له جت منه، هو مخصمني طب كتر خيره، هو في حاله وانا في حالي، لو هيستغلني هفهمه ان انا مش مغفل. لا يا حبيبي، هو مش مكفيه الحب، اديله حب اكتر، هو ده النظام. طب اللي سخرك ميلا اذهب معه 2، ما هو ده معناه ايه؟ حبه اكتر من العادي، اكتر حتى من توقعاته. عمليا يا احبائي صدقوني القاعدة دي هي اللي بتكسب. القاسي العنيد علاجه ايه؟ تكسره، تتحداه، صدقوني ما بتنفع. ما يسيحش قلب واحد قاسي عنيد الا مزيد من الحب. لما يكون اللي قصادك عنيد قوي ما ينفعش تعند معاه، ما ينفعش تيجي في مرحله وتقول له كفايه كده. بص هتقول لي انا ما ندانا ده اخري، اقول لك معلش هنتفاهم في حكايه اخرك دي، لكن هي القاعده الكتابيه ايه او الالهيه؟ حبه أكتر. لما تحبه أكتر العند يدوب، القسوة تروح. لو واحد بيكرهك وفضلت تحبه أو تحتمله، طب الحل إيه؟ حبه تاني وحبه أكتر وصلي له أكتر، هيجي اليوم اللي يبطل يكرهك. لكن لو بطلت تحبه هيستمر يكرهك إلى الأبد. لو واحد مؤذي يا رب، لو واحد ظالم تعمل إيه؟ حبه برضه. طب يا رب استحمل كفاية؟ لا، حبه أكتر. يبقى المسيح بيتصلب وهو بيصرخ ويقول لهم إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه. طب واحد متكبر أناني، أناني طماع ما شايف غير نفسه وما بيحبش حد، وحبيته واستحملته، حبه أكتر، حبه تاني، لأنك بالحب ده هتغلب كبريائه. لا يغلب أي طبع سيء إلا مزيد من الحب. لا يعالج خطية إنسان من جذورها إلا حب إلهي.
مش هتعرف تطلع الشر اللي من قلب الناس إلا لما تغرقهم حب، وكل ما الشر يزيد محتاج جرعة حب أكتر. محبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، مياه كثيرة لا تطفئ المحب. تيجي بقى صرخة من القلب كده، كلكم بدون استثناء بيعدي عليكم لحظة تقولوا فيها ايه؟ مش قادر، مش قادر، مش قادر اسامحه بعد اللي عمله، مش قادر احبه تاني بعد اللي عمله، مش قادر احتمله اكتر من كده، مش قادر ادي اكتر من كده، طاقتي خلصت، نفسيتي تعبت، اتقهرت، اتزليت. كلنا بنوصل في لحظة الى كلمة انا فاهمك يا رب، انت عاوزني استمر في الحب وادي حب اكتر، بس انا كمان لازم اصارحك انا مش قادر. صح؟ بس بتوصلوا لكده ولا انا بس اللي بوصل لكده؟ بتبقى مع اللي قصادك بتقول يا رب مش قادر، نفسي احبه بس خلاص ما عادش فيا طاقة لان انا احب واحد بيشتمني ولا بيهني ولا بيأذيني ولا ايا كان موقف. اول ما تقول مش قادر، مش حلها طب يا حبيبي معلش، لا، حلها ايه بقى؟ حلها انت يا رب قادر، انا مش قادر بس الله قادر. الله قادر يعني ايه؟ الله قادر ان يعطيك من حبه، الله قادر ان يحط في قلبك حب مش بتاعك، الله قادر ان يضاعف طاقتك، الله قادر انه يغير عقلك وقلبك. ولا انت مش مصدق دي؟ صح، انت بتقول انا مش قادر، كلنا فاهمينها وحاسينها ومقدرينها ومتوقعينها كمان، لكن لما تقول مش قادر ده مش معناه القصة خلصت، مش معناه انسحاب من الوصية، ده معناه انك ترفع عينيك وتقول له مش قادر قويني، مش قادر شوف لك حل. الوصية هتفضل الوصية، ولازم احب، ولازم احب اكتر من الاول، فالموضوع بقى اصعب واصعب، بس انا بطلب منك اللي مش عندي، بطلب منك الحب اللي كان على الصليب ده، انك تحب ناس مفترية كده، ظالمة، غشاشة، مجرمة، مؤذية بكل العبر اللي فيها، وتبقى بتحبهم فعلا. هنا نفهم المعنى بتاع اسألوا تعطوا. في ناس فاكرة ان الآية دي مقصود بيها اسألوا فلوس تعطوا فلوس، لا خالص، اسألوا الملكوت تعطوا الملكوت، والملكوت اساسه حب. اسألوا النعمة بتاعت ربنا، قلب ربنا، اطلبوا ما ليس عندكم، انتوا كبشر محدودي الطاقة، اطلبوا طاقة إلهية، انتوا كبني آدمين لكم آخر، ربنا ملوش آخر، يلا اطلبوا، اطلبوا من ملئه، من ملئه نحن جميعا أخذنا. يعني أنا أقول له أنا قد كده بس أنت مالكش آخر، طب يلا بقى هات، هات تاني، طيب اديني قلب جديد، واديني عقل جديد، واديني فكر جديد، واديني انسى اللي فات، واديني حبه تاني وكأنه ما عملش حاجة. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. تعبير تاني يقوله القديس بولس، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. لما تلاقي نفسك فضيت من الحب، صرت أرض بلا ماء، أرض بلا ماء يعني خلاص ما عندكش طاقة تحب، لأنك مخنوق، لأنك تعبت، ويجوز قدمت فعلا وحبيت كتير. طب والحل إيه؟ الحل مطر من السماء، الحل انسكاب من فوق. فتقول له صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء، أنا محتاج حب من عندك عشان أحتمل ده، عشان أحبه، عشان أبص له بعينيك، عشان أتمنى خلاصه بعد ده كله. أنا بقول الكلام ده برضو من واقع قصة نينوى. يونان ما قدرش يحب نينوى، ما قدرش، ولم يطلب الحب من الله، ما قدرش للأسف. يا يونان كان لازم تقول له يا رب خليني أحبهم، أنا عارف إن الشعب ده مفتري وفي يوم من الأيام هيموت شعبي. يونان كان فاهم كده غالبا، لكن ربنا بيقول له يا ابني أفلا أشفق أنا، عاوزك تشفق عليهم بدل ما تكرههم.
أختم أقول إيه؟ الحب العملي أهم من الحب الشعوري. لما بعض أقول الحب الحب، أنا ما أقصدش مشاعر بس، لا، أنا أقصد موقف من الناس يعملوا فيك زي ما يعملوا، لكن الكتاب قال احسنوا إلى مبغضيكم. أنت راجل خير ما عندكش غير الخير، حتى اللي قدامك بيعمل شر أنت ما تعرفش في الشر، مالكش فيه، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. قد تغضب على أخيك لكن لا تغضب باطلا. يعني إيه الكلمة دي؟ يمكن بعضكم ما ياخدش باله، لما المسيح قال لا تغضبوا في الموعظة على الجبل، كانت آية صعبة لأن كلنا بيجي لنا غضب، قال لا تغضب على أخيك إيه؟ باطلا. باطلا يعني إيه؟ باطلا يعني مالكش حق. بمعنى لو أنا شايف أخويا بيأذي نفسه فأنا غضبت، ده ليس باطلا لأنه نابع عن حب. فمنا افرض لقيت شاب بيشرب مخدرات فانا ضايقت غضبت، هذا الغضب مقدس. ليه؟ لان انا مش غضبان منه، انا غضبان عليه، انا متضايق له، انا خايف عليه. لو لقيت واحد بيأذي انسان انا غضبت، ليه؟ لان الأذية والظلم تغضب ربنا نفسه. لكن تغضب على اخيك باطلا يعني بدون حب، يعني شلت الحب والرياكشن هو الغضب. يعني ايه؟ انت مش بتحبه فتتمنى انه يهلك او يختفي من الوجود، حاسب تكون مستوجب الحكم. لو تمنيت ان انسان يموت او يختفي تكون مستوجب الحكم، ده كلام ربنا. اغضب على نفسك لما تغلط، واغضب على الغلط عموما، لكن اخوك الغلبان لا تغضب عليه باطلا. هنا اغضب على الشيطان لكن تغضب عليه هو. طب هو غلبان، مضحوك عليه، الشيطان بيلعب به. أفلا أشفق أنا؟ لا تغضب على أحد باطلا. الحب العملي في تعبيرات مهمة، ادي ادي للي ما يستاهلش زي ما بتدي للي بيستاهل. تعلم من ربنا، لأنك لو هتدي اللي بيستاهل يبقى أنت خنقت الحب، يبقى أنت بتحب بقلب البشر. شجع، شجع المتعب زي ما بتشجع المريح. اعتذر للي غلطت في حقه وللي غلط في حقك. اعمل السلام مع اللي مستعدين للسلام ومع اللي رافضين السلام. اخدم اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. اغفر للتائب وللي حتى ما تابش، من جواك انت اغفر له. استر على اللي بيغلط لو هو حتى ما سطرش على نفسه. ليه؟ امشي الميل التاني، ما تحبش بشروط، حب ولما طاقتك تخلص قول له قويني، ساعدني عشان ادي مزيد من الحب. انا فشلت ان انا اغيره بالحب، محتاج جولة تانية تكون بتاعتك انت يا رب، قوة منك عشان اقدر احبه اكتر من كده. من ينظر إلى السماء يستطيع أن يحب بقلب المسيح. لما ترفع عينيك وتقول له يا رب مش قادر، قويني عشان أقدر، هتحب بقلب مش بتاعك. استفانوس لما عمل كده فوجئت، نطق جملة غريبة جدا، قال يا رب لا تحسب لهم هذه الخطيئة، لأن عينه على السماء. خد قوة مش بتاعته، حب مش بتاعه، ده فوق الطبيعي ده. لكن اللي هيبص للأرض مش هيقدر يحب غير بقلبه، والقلب بتاعنا قد كده، هيبقى حب محدود جدا، مش هتعرف تغير بيه حد. عشان تغير الناس انت محتاج حب من فوق، وده يجي بالصلاة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.